هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج العقرب، راح أحاول أحكي فيها عن مشاعر الحبيب، نواياه ومستقبل العلاقة. راح أتحدث كذلك عن عزيمة برج العقرب. هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع، وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية. أوكي، بشوفك يا برج العقرب كأنه عندك حيرة، أو كأنه عندك ضبابية، مش شايف الحقيقة تجاه حبيب ما. هذا الحبيب ممكن بيتصف بالجمال، بيتصف بشخصية أو بالشكل، الإنسان الوسيم الحلو اللي ممكن يتمناه كل واحد، بس ما يخفيه داخليا أشياء خفية جدا، كأنه ما بتعرفها، وكأنه بتحس أنه مش صادق معك، أو عنده أشياء يخفيها عنك يا برج العقرب. حاسستك السادسة يا برج العقرب عم تخبرك إنه في حدا ما عم يقول لك الحقيقة، ما عم يقول لك الأشياء اللي عم يخفيها عنك. أوكي، بالنسبة لطاقة الحبيب عم شوفه، هذه الأشياء اللي ممكن يخفيها عنك بالوقت الحالي ممكن هي عبارة عن خيانة، عم يخونك مع شخص آخر. ممكن هذه هي الأشياء اللي عم تحسها يا برج العقرب. عم شوفك ممكن يكون بيكذب عليك، أو لما بتحكي معه بيقلك لا أنت حياتي، أنت الكل في الكل، وأنا ما عم خونك أبدا، وعم يكذب بكلام. بس ممكن حتى كذلك تكون خيانة جسدية لهذا الشريك. أوكي، أوكي بالنسبة لمشاعرك تجاه هذا الشريك، ممكن أنت عم تفكر وعندك حيرة شديدة، وعندك شكوك، وعندك ظنون بهذا الإنسان. ممكن عندك نية، أو إذا ثبت هذا الأشياء عنه ممكن راح كسر هذه العلاقة وراح تنتهي بالوقت الحالي. أوكي، بالنسبة له هو مشاعره تجاهك ملخبط شوي. أوكي، ملخبط شوي. ممكن هو مثابت، لأنه عم شوف كذلك أنه في علاقة مع شخص آخر. الويل اوف فورتشن كمان بتعني عدم الثبات، في شيء بيتغير. هل الإنسان مشاعره مش ثابتة تجاهك؟ ممكن مشاعره مع شخص آخر، أو عم يحكي مع حدا تاني. أوكي، بالنسبة كذلك ل أشياء اللي ما بتحبها فيه، ممكن هو إنسان عم يخفي، يعني شخص غامض جدا، وعم يخفي كتير أشياء عنك، ما عم يبوح لإلك فيها. ممكن أوقات عم يبتعد فرد مرة وما بيحكي لك السبب. أوكي، بالنسبة للأشياء الإيجابية اللي بتحبها فيه، ممكن شخص بتحس معه بسعادة، بتحس معه بألفة، بتحس بأشياء كتير حلوة معه. بالنسبة كذلك للأشياء اللي ما بيحبها هو فيك، ممكن أنت بتخنقه، أوقات أنت ممكن بتشك فيه، بتغار كتير، بتحبه يكون معك بس، أوكي، ما يكون مع شريك آخر، أو يعني كل اهتماماته تنصب عليك يا برج العقرب. هو هذه الأشياء عم تخنقه. ممكن هو بالنسبة له العلاقة لازم تكون حرة جدا، وممكن هو على ما أظن بحب انه يكون بعلاقات، وبيكون مع اشخاص يحكي معهم، ما بحب انه يكون بعلاقة جدية ويكون معك فقط. اوكي، بالنسبة للاشياء اللي بحبها هو فيك، بحب فيك على انه انت جدا عميق. هذا العمق فيك يا برج العقرب، وهذا الغموض الذي فيك عم يجذبه بشدة، وعم يخليه يتشبث فيك، ما قادر أبدا يبعد عنك. بحس إنه ما فيش، يعني في أشياء ما وصلت لها بهذا الإنسان، في أشياء غريبة عم تجذبني بهذا الإنسان. عم يحس بأشياء عم تجذبه لإلك، بالرغم من إنه شخص لعوب، أو شخص بده يعمل علاقات كتير. أوكي، بالنسبة لنيته تجاهك، ممكن هذا الإنسان بده قربك، بده يحكي معك. ما بقول إنه ما بيشعر بأشياء تجاهك، بيشعر، بس هذا الإنسان لساته لعوب، لساته بده علاقات، لساته بده أشياء أخرى. أوكي، ما بيشوف الفكرة، أو ما بيشوف العلاقات بمثل منظورك أنت يا برج العقرب. أنت شخص وفي جدا وثابت جدا، بتحب أنه تضل بعلاقة واحدة إلى مدى العمر، ما بدك تغير أنه تعمل كذا شخص. أوكي،
في كتير ناس عم تاخد على برج العقرب على انه لعوب جدا. برج العقرب اذا حب ما بحب انه يعمل علاقات كتيرة، بس اذا ما حب هون الفكرة. اوكي، خاصة للرجال عقرب، انا ما بحكي عن النساء، النساء عقرب وفيات جدا، بس انا بحكي عن الرجال العقرب. رجال العقرب اذا حب بحب وحدة لمدى العمر. اوكي، بالنسبة لنوايك انت بدك يا برج العقرب انه تتصلح الامور، انه يحبني هذا الانسان، انه نكون مع بعض، نكون سويا، نكون يعني بعلاقة جميلة، ليش كل هالمأساة وكل هالعلاقة السيئة. انت بدك علاقة تكون فيها جمال وفيها حب وفيها عشق جميل وطيب والى مدى العمر، تكون علاقة طويلة جدا، لأنه برج عقرب برج وفي جدا. بالنسبة للخطوة القادمة، ما رح يعمل خطوة، وإذا عمل خطوة رح تكون هالخطوة رح تكسر لك قلبك. مع يعني ممكن هو بيطلع ثلاث علاقات، اوكي، في علاقة ثلاثية، في كذا ورقة بتطلع انه في علاقة ثلاثية، هذا الشخص بعلاقة ثلاثية ممكن ما يعمل خطوة لإلك، او اذا انتم مبتعدين فلسات هو بعلاقات، اذا انتم لساتكم مع بعض وبعلاقات اخرى فممكن هو لساته عم يلعب وعم يروح ويجي، اوكي، بين العلاقات. بالنسبة لمستقبل العلاقة، مستقبل العلاقة ممكن يكون نسبيا، ممكن يكون هذه العلاقة تؤول إلى شيء جيد، ممكن مع الوقت يتغير هذا الشخص، ممكن مع الوقت، لأنه أنا بحكي عن مستقبلا، ممكن يكون بعد سنة، ممكن بعد سنتين، ممكن ما بعرف شو، بس العلاقة بمستقبل بعيد ممكن تتصلح ويحصل في سعادة بيناتكم. ليش بقى؟ ممكن هذا الإنسان يتغير ويغير أولويات ويغير كتير أشياء ويحس أنه أنت شخص مهم جدا بحياته. أوكي؟ كذلك عم يطلع لأنه أنه هذا الشخص ممكن يكون مختلف عنك بكتير أشياء، ممكن مختلف عنك دينيا، ممكن يكون مش بنفس ثقافة البلد، ممكن هو يكون ببلد آخر وأنت ببلد آخر، يعني جنسيات مختلفة، أو ممكن يكون كبير سنا أو أصغر منك، يعني في اختلافات كتير كبيرة بالعلاقة. هذه الاختلافات الكتير كبيرة هي اللي ممكن تخلي العلاقة مش ثابتة جدا. بالنسبة ل أوكي، بيقول لك أنه لازم تضل أوبتيمستيك، يعني متفائل في العلاقة عامة. أوكي، لازم أنه يكون عندك بوزيتيف، تفكير إيجابي، وكمان لازم تآمن بالحب وتآمن بالجمال. ممكن ما يكون مع هذا الشخص، ممكن يكون مع شخص آخر، لأنه الطاقات ممكن هذا الإنسان، شوفوا لما بحكي أنا عن هذا عن أبراج شهرية، فممكن أنت بالنسبة لإلك يكون هذا الشخص بالمستقبل رح يرجع لإلك، وفي بعض منكم يكون أشخاص أخرى هي اللي رح تكون بحياتهم. لهيك أنا الورقة اللي طلعت هون إنه ما يعني ما تقول إنه فشلت هذه العلاقة خلص، علاقات الحب كليتها سيئة، لا، لازم تكون عندك positive يعني thinking، أوكي، أو تكون عندك إيجابية بالفكر تبعك. أوكي، عم شوف على أنه في سيرفايس، كأنه أنت قدمت خير وهذا الخير رح تجنيه بحياتك، سواء بالعلاقة، إذا أنت تعاملت مع هذا الشخص إلا بالإحسان فستأتيك كارما جيدة لإلك، سواء مع هذا الشخص سواء مع شخص آخر، يعني كل ما عملت خير رح تجني خير. لهيك بيقول لك أنه لازم تفكر بشكل من الإيجابية، عشان ما تفكر أنه الحياة هيك، الحياة يعني فيها كارما وفيها عدل، بالرغم من أنه ممكن حدا يظلمك بوقت ما، بس بتدور الأيام ليحصل كارما تبعه. أوكي، بقول لك أنه النهاية تبع هالسياكل قربت تنتهي. أوكي، إذا هذه العلاقة لمدة وهي فاشلة جدا، قربت أنه تلاقوا الحل، أو ممكن تنتهي العلاقة نهائيا. أوكي،
كذلك بالنسبة للطاقات اللي عم شوفها، عم شوف برج العقرب، عم شوف كذلك برج الجدي، عم شوف برج الحمل، برج الأسد. أوكي، لهيك عم يطلع لي طاقات كتير شوي صعبة، لأنه تقريبا برج الحمل وبرج العقرب، برج الأسد، برج الجدي، كلياتهم أبراج شوي هيك صعبة. أوكي، لأنه محكوم من زحل ومحكوم من المريخ. هيدا كل شيء بالنسبة للعزة، بالنسبة للناس اللي بعلاقة. رح نشوف الناس العزاب، هل في شخص جديد بحياتهم او لا. بالوقت الراهن ما في شيء. اوكي، ممكن بالوقت الراهن لساتهم خسروا علاقة، انتهيوا من علاقة، لساتهم عم يلملموا جروحهم شوي. اوكي، واخدين حتى كذلك فكرة على انه الحب خلاص انتهى وما في حب، انا انتهيت من كل هالعلاقات وما بدي علاقة اخرى. اوكي، ممكن كذلك لهيك بيقول لك الوراء انه لازم تفكر بشكل ايجابي تجاه العلاقات. اما بالنصيحة، نصيحة انه تخلي فكرك ايجابي تجاه العلاقات، تجاه اي شيء، عشان تجذب طاقة الخير او طاقة الاشخاص الجيدين لإلك يا برج العقرب. هذا كل شيء كان لإلك، اتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي.